هناخد تفصيل اكثر في ما هي مشكله في في المباراه. هنروح للفاصل. طبعا انا ابغى اعرف يعني ايش اهميه انك انت ترسل لي مثلا لقطه محمد نور لما سجل في النصر هدف واللي علق عليه عبد الزرع يعني، وايش اهميه انك انت ترسل لي لقطه كهربا لما كان يرقص قدام الجمهور، او ترسل 100 حدث وحدث. احنا ما نقدر في البرنامج نجيب لك تعليقاتنا وقتها وش كنا نقول على 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 كل حدث بشكل صحيح بشكل منفصل. وكمان اليوم انت لما تشوف الحدث ما تقدر تقول والله لا خلاص بنغمض عيوننا. يعني مثلا كون انه العابد يروح يحتفل عند جمهور الاتحاد ويستفزهم، اذا كان واحد سواها قبله فمو معناته اليوم ان احنا نسكت للعابد اللي قبله كان يتعاقب او المفروض يتعاقب والعابد يتعاقب. وايضا في نفس الوقت ما يبرر جمهور الاتحاد ان واحد استفزك تروح ترمي النعول. الله يعزكم المشاهدين، يعني لا هو تبرير لجمهور الاتحاد ولا هو تبرير للاعب. الخطأ خطأ قولا واحدا من اللاعب من الجمهور من اي احد. محمد نور اللي في يوم من الايام اخطأ ولعب كرة وتسجلت هدف، محمد نور نفسه في مباراة كانت مع الوحدة هجمة واعدة وقف الكرة وطلعها برا، هذه كان لها تعليق وكلام وهذه كان لها تعليق وكلام. جمهور الهلال اليوم يقولون انتم تقولون ادواردو كان مفروض يوقف الكرة، لاعب الاتحاد في الشوط الاول كان مفروض يوقف الكرة. الفرق بين الاثنين ان لاعب الهلال سجل، لاعب الاتحاد ما سجل. حنشوف اللقطة بعد شوي يجهزون الشباب اذا موجودة وراح نعرضها ونشوف. اما ما حدث من احداث داخل المباراة ففي لجنة انضباط هي مسؤولة تناقش كل الاحداث وبدون استرجاع لاحداث سابقة. خذ القرارات كلها واحدة واحدة، اللي غلطان يتعاقب، جمهور، اداري، لاعب، حكم، اللي يستحق العقوبة عاقبة بدون استرجاع لأي أحداث. الواقع يقول والسطر الأخير يقول أن الهلال فاز وفرق الصدارة 8 نقاط عن أقرب منافسيه. هذا هو الواقع، أي شيء ثاني مجرد تفاصيل للحدث.